مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا فيكم في هذه الاطلاله الجميله والرائعه من استديوهات تلفزيون فلسطين في مدينه القدس. نبدا اولى فقراتنا اليوم مع ضيفي الاستاذ والاكاديمي في جامعه القدس واستاذ علم الجريمه السياسيه والمحلل السياسي الاستاذ عزمي ابو السعود. يسعد صباحك وجمعه مباركه. صباح الخير. صباح الخير لكل شعب فلسطين استاذ القدس. يا هلا فيك أستاذ عزمي. يعني يتزامن اليوم مع عيد الغفران اليهودي، وحسب المعتقدات اليهودية هو عيد التطهير من الذنوب. تحاول حكومة الاحتلال بإجراءاتها التي من يمر في شوارع المدينة سيلمس هذه الإجراءات من خلال فرض طوق أمني على أهالي شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة بإجراءات تعسفية تتمثل بإغلاق محاور الطرق الواصلة إلى المستوطنات المقامة على أراضينا، وخاصة الحديث هنا أيضا عن الطرق والمحاور والبلدات التي تتجه إلى غرب المدينة المحتلة. ماذا تحاول حكومة الاحتلال من خلال هذه الإجراءات وإلغاء كافة مظاهر الحياة الطبيعية في العاصمة؟ يعني الاحتلال الإسرائيلي اليوم يعاني الشعب الفلسطيني منه، خصوصا أهل القدس، لأن هذه الحكومة حكومة يمين متطرف، وأن هذه الحكومة تحاول جاهدة بأن تفرض كل القيود والعزلة على الشعب الفلسطيني، وأيضا أن تبرهن لشعبها الإسرائيلي أنها قادرة على هذه الفئة الخاصة المرابطة المجاهدة في القدس. بالجانب الآخر أيضا الحكومة اليمينية تريد فرض أمر واقع لم تستطع أن تفرضه 50 عاما منذ النكسة حتى يومنا هذا، بأن تقول أن القدس موحدة وأن القدس عاصمة الإسرائيليين الدولة العبرية الأبدية، وهذا الأمر على أرض الواقع فاشل، وأن القدس اليوم هي القدس جزء شرقي وهو للفلسطينيين ومحتل من الجزء الغربي. لذلك البعد الدولي يدعم هذه الفكرة، البابا وهذا التطلع أو هذه الاستراتيجية الفلسطينية المستمرة الناجحة تقلق الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا الحكومة المتطرفة برئاسة نتنياهو. يعني هذا واضح جليا، وخاصة كما ذكرنا الشرطة الإسرائيلية كانت قد أوعزت في بياناتها الصحفية أنها ستقوم بإغلاق محاور الطرق الرئيسية، وهذا يتزامن اليوم مع صلاة الجمعة، ما يحرم عشرات بل مئات من أبناء شعبنا من الوصول وتأدية صلاتهم وحرية العبادة. يعني عنصرية في التعامل، الأعياد الدينية اليهودية تعامل بطريقة مختلفة عن الأعياد الدينية الإسلامية أو حتى المسيحية في العاصمة. هذا صحيح، لأن العقيدة اليهودية هي التي الدافع المركزي من هذه التصرفات الحكومية المتطرفة، الحكومة المتطرفة. لذلك نرى ونشاهد جليا أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تسعى جاهدا اليوم حتى تؤكد أنها قريبة إلى العقيدة اليهودية التي ترى بأن اليهودي أو الديانة اليهودية هي الديانة الأعلى، ومن دون ذلك فهو غوي، أنه الأغرار هم يساعدون أو يدعمون أو منظمين لخدمة هذا اليهودي. لذلك إذا جاء عيد لليهودية مع تزامن مع أعياد أخرى مسيحية أو إسلامية فيكون الأحقية أولا لليهود لوصولهم إلى المكان بأمان، بادعاء أننا نعيق مسيرة البعد الديني والوصول إلى الأماكن الدينية. ولذلك يجب فصل الديانات في هذا اليوم، الأولوية إلى الديانة اليهودية، وما دون ذلك سنعطيهم ولكن بقيود. هذا الأمر الأخطر في هذا الموضوع، دمج أو استبدال البعد السياسي إلى البعد العقدي، وهذا الموضوع السياسي الجريمي الذي تتخذه أو تنتجه العقيدة اليهودية التي ترى بأن دون من هو ليس بيهودي هو دون الديانة اليهودية، والمنحة الأولى أو الفرصة الأولى هي لليهودي للوصول إلى أماكن المقدسة والعبادة باستقرار وبهدوء وبعد آمن. لذلك إغلاق مدينة القدس بكل منافذها للمصلين هو أمر إجحاف
في حق المصلين في حق المسلمين، وأيضا لا ننسى أيضا في سبت النور وأعيادنا أعياد المسيحي إخواننا المسيحيين هم كذلك الأمر يمنعونهم ويدفعونهم باتجاه أن صلي في بيت لحم ولا تأتي إلى القدس، لأن القدس هي مكان كثكنة عسكرية أن بعد أمني اضطهاد ديني، ولكن تحت الديمقراطية الزائفة التي تحاول جاهدة إسرائيل بأن تعطي هذا التصور بخطاب نتنياهو الأخير في الأمم المتحدة بأن الدولة الديمقراطية والدولة الحارسة للمجتمع الدولي والقلقة من الإرهاب الديني وعلى رأسه إن كان الإيراني أو داعش. يعني هذا ما يقودنا إلى سؤالي التالي أستاذ عزمي، هنا لم تكتفي حكومة الاحتلال ومستوطنيها بفرض إغلاقات على محاور البلدات في مدينة القدس، كبار المستوطنين قاموا بإصدار دعوات للمستوطنين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك. هل تحاول حكومة الاحتلال ومستوطنوها تحويل هذا الصراع السياسي إلى حرب دينية وصراع ديني كما ذكرت؟ الحكومة الحالية المتطرفة برئاسة نتنياهو إشكال حقيقي لكل المحاور حتى بداخل المجتمع الإسرائيلي. بالأمس كانت قضية المحكمة العليا ودخول والتزام ممثلين من المحكمة العليا في احتفال 50 على الاستيطان في الضفة الغربية، وكان هناك خلاف حقيقي ما بين القانون وما بين السياسة. اتجاه السياسي للجانب اليهودي المتطرف حتى يكسبوا الجولة القادمة بأننا نحن أكثر تطرفا وأننا نحن الذين نعطي اليهودي المتطرف كل الإمكانيات وخصوصا المستوطنين. اليوم المستوطنين في ذروة عملهم السياسي في وجودهم في فلسطين وخصوصا بالقدس. وما هو الهدف؟ المسجد الأقصى. وما هو المحرك؟ الدعوة إلى الصلاة باستمرار. ومن يدعم اليوم؟ نتنياهو ومجموعته التي قلق على وجوده باستمرار بالحكم، يريد أكثر أصواتا للحملة الانتخابية القادمة، وقال أنني سأرشح نفسي. وهناك سباق حقيقي ما بينه وبين وزير الحكم الداخلي أردوغان وأيضا رئيس بلدية الاحتلال في القدس وعدة شخصيات تحاول أن تكون بديلة. وكل إنسان يعطي الطاعة للمستوطنين والمتطرفين هو الذي سيحقق النجاح بأن يكون رئيس هذه الحكومة القادمة المتطرفة. يعني هذا هو هدف الحكومة المتطرفة كما ذكرت، هو الحديث عن حرب ديمغرافية بأقلية عربية وأكثرية يهودية. ننوه للمشاهدين هنا أن حكومة الاحتلال مستمرة في هذه الحرب الديمغرافية من خلال عدة إجراءات تعسفية، أهمها هدم منازل المواطنين وتسليم أوامر بإخلاء لهذه المنازل، آخرها كان هدم شقتين في قرية العيسوية شرق العاصمة، والحديث عن تسليم عشرات عائلات من المواطنين لهذه يعني لعائلات لإخلاء منازلهم لصالح مشاريع استيطانية. كما أكد سيادة الرئيس في الأمم المتحدة بخطابه بأن هناك أبرتهايد وأن هناك قلع من فلسطين من جذورهم وإبعادهم إلى أماكن أخرى، وكما كان خطاب نتنياهو بالأمس في احتفال الاستيطان بأن لن نخلع ولن نقلع استيطان وأيضا عرب. ومن العرب الذي يهدف هذا الاتجاه؟ هل هم من الضفة الغربية؟ هل هم من القدس؟ ولا هم من الداخل الخط الأخضر 48؟ هناك اتجاه واضح من سياسة الحكومة بقلع هذا العربي من جذوره من هذه الأرض وإبعاده، حتى أنه ساوى ما بين المستوطن الذي ليس له حق بالفلسطيني العربي الموجود بهذا الحق. لن نخلع ولن نزيل هؤلاء هذه الفئة من الطرفين. هذه المساواة مجحفة، وهذا يؤكد على أن الحكومة ماضية بأن تأخذ الأرض أقصى حد من الأرض بكل القوانين الجائرة التي كل يوم تتجدد أو تتغير في الكنيسة، وتخدم مصلحة الإسرائيلية الديمغرافية. وإن لم رحب عام زيفي في أول يوم له في الحكم ما بعد حرب حزيران خرج وقال أريد أكثر مساحة بأقل عدد عربي. صحيح. وهنا كان لأول مرة رسم حدود كرسم عشوائي، يريد بأن يقلع بأبرتهايد إسرائيلي قانوني العرب
من القدس. هذا ما حصل جليا بدفع مواطنين الى خارج. هذه السياسة مستمرة من جدار عنصري، من عمل، من استمرارية وجود المقدسي يعاني الأمرين اليوم في الحصول على أقل من 50 متر مربع للمكوث والصمود والمعيشة لأكثر من 7 أفراد بالعائلة، وهذا مساحة السكان. صحيح. مساحة الإنسان على الغرفة الواحدة في 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 الصين لم تصل إلى ذلك. أستاذ عزمي، يعني كما ذكرنا في بداية هذا الموضوع وهذا النقاش، حكومة الاحتلال تسعى إلى إفراغ المدينة. نلاحظ اليوم في هذا العيد، عيد الغفران أو ما يسمى باللغة العبرية عيد الكيبور، تقوم بفرض وتطويق المدينة في قوات شرطية. ذكرت شرطة الاحتلال أنها ستقوم بنشر أعداد وآلاف في تخوم المدينة. هذا ما يؤثر ويشل مظاهر الحياة الطبيعية. كاميرا صباح الخير يا قدس تجولت في شوارع القدس وأخذت آراء المواطنين حول هذه الإجراءات في الأعياد الدينية اليهودية. دعنا نشاهد هذا التقرير ونعود لنكمل حديثنا معك. طبعا احنا هذا الاشي بنلمسه باعيادهم كتير، بالعنصريه وبتسكير الطرق. حتى احنا في اوقات بنضطر انه احنا نترك القدس ونروح مثلا خارج السور او خارج القدس، نبعد شوي عشان نعطي مجال للاجراءات الشرطه اللي بتسويها. بتبقى اجراءات طبعا عنصريه، بتبقى تسهيلات جدا 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 للاسرائيليين، امور صعبه جدا جدا كوننا مقدسيين خاصه. احنا هذا الشيء بنواجهه في كل عيد لليهود، وللاسف الشديد حتى باعيادنا بكون العكس. حتى احنا بدل ما يسهلوا لنا بيصعبوا لنا اكثر من اللازم، وبسهلوا لليهود رغم انه بكون عيد لنا يخصنا احنا. هلا هم بشكل عام باعيادهم طبعا احنا بصير عندنا كثير خناق على اهل القدس خاصه والبلد القديمه خاصه، وعامه طبعا المقدسيين. حركه 90% من الحياه العمليه والحياه والمؤسسات، لانه احنا صرنا هلا مرتبطين فعليا، احنا مرتبطين باليهود يعني 100% مش 90%، اما الحركه يعني بدك تقول 90% حركه تجاريه، حركة مؤسسات 100%، البريد، الداخلية، التأمين، احنا مرتبطين معهم بحياتنا يعني صرنا نعيد معهم يعني مجبورين. بيأثر علينا تجاريا، بيأثر علينا من ناحية تسكير الطرق، تسكير كل شيء كل شيء يعني. خلص الناس بتختفي ببيوتها، بتخسر اختصار كبير. المحاسيم بشددوا أكثر على المحاسيم صراحة، كتير مخنوقين، وبالذات أهل القدس مسكروا عليهم من كل النواحي. يعني إحنا مثلا بحساب عندنا صالون شعار، يعني كتير يعني فيش يعني بجوش عندنا، بطل كل دكاكين مسكري. يعني اليوم الوضع بجد مزري مزري كتير. هذا بأثر علينا كتير كإحنا يعني كشعب، يعني كشعب فلسطيني، يعني بسكروا علينا الطرق، في فيش مجال يعني نروح. يعني عندنا أيام الجمعة الواحد يعني ما بعيد إلا هذا اليوم الجمعة، ده باقي الأيام أشغال وأعمال. يعني الواحد يروح يزور عيلته، يشوف خواته، أهله، إخوته، فيش مجال إنه يروح. بسكروا علينا الطريق، وانتشار كبير للشرطة بيكون بالشوارع، الواحد بيقدرش يتحرك ويروح ويجي. في برضه يعني عندي موجود في القدس 3 محلات، يعني في هذا مخسر كبير، إنه الإشي يعني مخسر يعني كبير كبير، إنه هذا الإشي لما يسكروا الطرق. يعني بدنا نضلنا قاعدين يعني يومين في الدار. أنا كمقدسية كتير بيأثر علي، يعني لما يكون في تسكير طرق، الواحد عنده مواعيد، عنده شغلات، عنده عملات، يعني فبيكون كتير بيأثر على إنه لما أنا بدي أمشي أروح على مكان والطريق مسكرة. مثلا كتير بيكون عنده الواحد مناسب، خصوصا انها بنهايه الاسبوع بتيجي، فهذا كتير بيأثر على حياتنا كمقدسيين وبسبب لنا كتير مشاكل. من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام، ونشكر طاقم العمل على هذه الآراء. وأعود هنا إلى ضيفي في الاستوديو، أستاذ علم الجريمة السياسية عزمي أبو السعود. يسعد صباحك من جديد. صباح النور أستاذ عزمي. يعني اطلعنا على آراء الشارع المقدسي وكانت كلها في ذات الجهة، وهي أن حكومة الاحتلال تنغص حياة المقدسيين. حرية التنقل والحركة هي أبسط الحقوق التي تضمنها الحقوق والقوانين والمواثيق الدولية. كأستاذ في علم الجريمة السياسية، هل نستطيع أن نصنف أن جميع ما تقوم به حكومة الاحتلال على أرض الواقع بحق الفلسطينيين هو جريمة ضد القانون وضد المواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان؟ يعني ميرتون عالم الاجتماع السياسي الجريمي بيقول وبأكد أنه الضغوط هي الأساس
في صناعة الجريمة وصناعة المجرم. فإسرائيل إذا بنتفرج على الاحتلال الإسرائيلي يمارس الضغوط تجاه المواطنين، إذا سمعت منهم عدم وجودهم بالحركة، مكوثه في البيت، يعني هناك سجن طوعي. فالضغوط اللي بعيشها المقدسي يوميا إن كانت اقتصادية وإن كانت تعليمية أو اجتماعية، وحرية التنقل، حرية وصول للأماكن المقدسة والعبادة، رفضيتها هي تنتقل من القانون الدولي وتنتقل من المجتمع الدولي وتأخذ بالقانون الإسرائيلي العنصري المتعصب في اتجاه أن عندما يكون لنا عيد أو عندما يكون لنا وجود هناك بعد أمني، وأن ما دام جيراننا يستخدمون العنف بين قوسين الإرهاب المدعى من قبلهم حتى يأخذوا بالصيغة الدولية بأن أوروبا تعاني من هذا الإرهاب، فأننا جزء من هذا المجتمع الأوروبي وبعيدين من هذا المجتمع العربي الذي يذهب إلى العنف والتعصب. لذلك الأفضل أن نعزل هذا المجتمع كاملا عن مجتمعنا، العطاء إعطاء فرصة لليهودي للوصول إلى أماكن العبادة باستقرار لعدم وجود أي مشكل أمني بدواعي أمنية. إذن الداعي الأمني هو الأداة التي يستخدم بها هذا الاحتلال لرفع نسبة الضغوط لهذا المواطن المقصي، والناتج هناك عمليات فدائية داخلية في داخل المجتمع الإسرائيلي، والإسرائيل يعانوا من هذا الموضوع وينتقلوا ويدعون هذا العمليات إنها إرهاب. إذا نظرنا إلى عمق الأمر هي المحرك، هي الضاغطة، هي التي تدفع في المواطن بأن يكون هذا الشيء الذي يرفضه المجتمع الإسرائيلي. إن الحكومة الإسرائيلية هي التي تخنق المقدسيين والفلسطينيين ضد القوانين الدولية وتخدم المصالح السياسية أولا. أستاذ عزمي دعني أنهي معك هذا اللقاء في سؤالي الأخير وحول هذا الموضوع، وهو أن حكومة الاحتلال بالعودة إلى قرية العيساوية قامت بتجريف أراضي وأيضا أراضي من قرية الطور المحاذية للقرية الأخرى بهدف إنشاء حديقة توراتية تخدم المستوطنين، يعني تجلي سكان الأرض الأصليين وتستبدلهم بغرباء يهود ولصالح يعني خدمات ترفيهية. ماذا سيبقى لحكومة الاحتلال بمثل هذه الإجراءات، وإلى أين تدفع المقدسي؟ العيساوية تحديدا نسبة السكن فيها عالية جدا، تراوحت 6 أفراد للغرفة الواحدة. الاحتلال الإسرائيلي اليوم يقضم من هذه الأراضي التي ممكن أن تكون جزء من التوسع السكاني بادعاء أن البعد الأمني والبعد الجغرافي لا يسمح بوجود الجامعة العبرية وبوجود مستشفى هداسة، بأن هناك خط تماس. وإذا رأينا أكثر بعمق استراتيجي هناك بعد بأن يجعلوا من العيساوية جيب، بأن يكون هناك المخرج فقط، مخرج واحد، وباتجاه الضفة الغربية في اتجاه الجنوب وأما شمال أما غربا لا. فهذا الأمر هو الأخطر، بأن تحاصر العيساوية وليس فقط العيساوية وإنما كل قرانا الحدودية التي بها تجمع سكاني عالي جدا، بأن يضغطوا على السكان بأن لا يحق لهم إمكانية التوسع القانوني. لذلك يوجد لنا هم يصنعون بالمقابل عدم إعطاء التصاريح والتراخيص ببناء منظم، بناء غير منظم، فتزداد عدد البناء الغير منظم، وهي ما نسميها نحن بعلم الجريمة السياسي العشوائيات. وهناك عشوائيات غير منظمة، شوارع غير منظمة، مجتمع غير منظم، وبالمقابل ضغوط، والضغوط هناك مشاكل إن كانت سياسية أو اجتماعية. إذن الإسرائيليين يتجهوا في اتجاه منظم لحديقة توراتية كما أسلفت. هذه الحديقة التوراتية تخدم مصالحهم السياسية الدينية ولا تخدم المجتمع الفلسطيني الذي اليوم يعاني الأمرين بالتوسع، ليس فقط في العيساوية، بقلقيلية، في داخل الخط الأخضر. إسرائيل لها هدف أساسي في تنظيم السكاني في مجتمع المكاني، بأن لا تمنح الأرض للسكان وإنما تعطيهم إمكانية البناء العمودي، وإن أمكن لا بناء باعتبار أن الأبرتهايد، ولكن هنا الأبرتهايد ذاتي طوعي، الخروج إلى كفر عقب، الخروج إلى مخيم صفات، هناك اذهب وابني ما شئت كيفما شئت وكيفما ترك
ببنائك. هنا لا يمكن أن تفريغ المدينة من أهل ذاتيا الأصلي. ذاتيا لأن لا يمكن للعائلة أن تعيش بست أنفار بغرفة واحدة، ضغوطات مستمرة لذلك تجبر العائلة. ولذلك نرى أن معظم المقدسين اليوم يمتلكون في أريحة حتى يخرجوا من هذه الضغوطات. صحيح. وإذا بتسأليهم لماذا، بأكد على اعتبار يا أخي ما أنا عايش بعلبة بعلبة عادة عن الضغوطات الاقتصادية. نعم وارتفاع أسعار البيوت هناك. أنا بشوف شوي أكثر من ساعة، وهذه حق الإنسان أن يعيش في نظام القانون الدولي والمجتمع الدولي أكد على أن أقصى حد في الغرفة الواحدة فردين أقصى حد، فما بالك على ست أفراد وسبع أفراد للغرفة. هذه هي حكومة الاحتلال وهذه هي إجراءاتها بحق العاصمة كما ذكرت، هي تحاول إخراج سكان الأرض الأصريين بالهجرة الطوعية أو حتى القصرية نتيجة قرارات الإبعاد وعدم إعطاء هويات ولم شمل لسكان هذه المدينة. أستاذ علم الجريمة السياسية في جامعة القدس والمحلل السياسي عزمي أبو السعود، شكرا على تواجدك معنا ويسعد صباحك.